روح سريعا بس يعني المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. تحياتي ليك يا باشمهندس. مساء الخير يا فاروق، ازيك؟ تحياتي مساء الخير لحضرتك، للساده المشاهدين. تحياتي لحضرتك، تحياتي استاذ محمد القوسي واستاذ كريم ابو حسين معانا في الاستوديو. يعني باشمهندس، يعني بيطمنا على حضراتكم كده هناك في مساء الخير، الامارات، ازيك يا كريم؟ اهلا بيك. طمنا على حضراتكم وعلى التكريم، ويعني واليوم ان شاء الله هيبقى جميل بكره ان شاء الله يا باشمهندس. والله يا محمد كل حاجه ماشيه تمام. احنا وصلنا تقريبا الساعه 6:30 الصبح على الشارقه، وطلعنا من الشارقه على دبي، خدت حوالي يمكن ساعه ونص تقريبا. وبعدين الفرقه طلعت تنام، وبعدين كان في مؤتمر صحفي الساعه 3 بتوقيت هنا، طبعا بكلمك كله بتوقيت الامارات. والحقيقه كان في بيحضروا مندوب الشركه الراعيه، وكان في اياكس امستردام كان الكوتش بتاعهم وكان كابتن الفرقه، وكان في طبعا كابتن حسام غالي طبعا، وكابتن حسام البدري. والحقيقه كانت يعني كان مؤتمر محترم. وبعدين بعد كده طبعا الفرقه اتغدوا، وبعدين راحوا التمرين النهارده. كان التمرين بدا الساعه 7:30 تقريبا، والحقيقه كل حاجه تمام والامور ماشيه كويس، وكابتن زيزو وصل الحمد لله، والترتيبات كلها تمام. وطبعا احنا بس لازم نقول يا كابتن، اتفضل يا باشمهندس، ان احنا يعني طبعا ماتش تكريم حسام غالي، طبعا حسام غالي ابن من ابناء النادي، وحسام غالي يعتبر من رموز النادي. يعني زي ما قال كده، احنا النادي الاهلي فيه على الهرم بتاعه لعيبه كبار سابوا بصمه كبيره، حسام غالي من اللعيبه دي. والحقيقه احنا نتمنى له كل خير، لان حسام يستاهل كل خير. عارف يعني ايه الفانيلا الحمراء، وعارف يعني ايه روح الفانيلا الحمراء، وعارف يعني ايه جمهور النادي الاهلي، وعارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي. فالحقيقه هو نتمنى له كل خير، ويستاهل مننا كل دعم، وباذن الله ربنا يوفقه في مشواره اللي جاي، وتكون باذن الله بدايه خير برضو عليه في المجال اللي هو ان شاء الله يحب يشتغل فيه. يعني حاجه رائعه يا باشمهندس. اتفضل اتفضل. نقول ان احنا عندنا مباراه مهمه جدا، صحيح. يمكن حاجه الناس كلها هنا حاسه بالمسؤوليه بتاعت افريقيا، والحقيقه كل انا حاسس في الوجوه بتاعت اللعيبه الحقيقه والجهاز انهم فعلا عايزين يعملوا حاجه، وبدايه انطلاقنا ان شاء الله في بطوله افريقيا من كامبالا سيتي، وباذن الله نرجع بالثلاثه بونت، وده الاساس. يعني طبعا الناس كلها هنا مركزه جدا ان احنا عندنا ماتش مهم قوي ان شاء الله يوم الثلاث الجاي مع كامبالا سيتي في اوغندا. طب باشمهندس، يعني رد فعل الجمهور المتواجد في الامارات، الجمهور الاهلاوي طبعا ومحبي حسام غالي، اكيد حضرتك يعني حته رد الفعل متواجده يعني حواليكوا بشكل كبير، واكيد يعني رد الفعل موجود بشكل ايجابي على حسام. بص، ما فيش شك ان انت عارف بالذات في الامارات وفي كل الدول الحقيقه الاهلي بيروح فيها محبين الاهلي كتير، ومحبين الاهلي ومريدينه، واللي بيجوا من كل انحاء الدنيا لقيمه النادي الاهلي. ما فيش شك حسام غالي ابن من ابناء النادي الاهلي، الجمهور بيحبه، وان شاء الله نتمنى ان ده يترجم بكره ان شاء الله يكون في استاد سعد بن زايد، ان شاء الله تكون الجماهير مليانه، عشان بس يبقى الواحد بس بيقول شكرا لحسام غالي في اخر ماتش لعبه. حسام غالي يستحق منه، من الجمهور يستحق مننا كل الدعم. وبالتالي ابسط حاجه ان شاء الله من خلال منبرك المحترم، انا بناشد طبعا جماهير النادي الاهلي في الامارات ان شاء الله انها تكون موجوده بكثافه باذن الله بكره ان شاء الله الساعه 8، وتبقى احتفاليه محترمه، وان شاء الله هيبقى يتخللها بعض المفاجات الحلوه وبعض العروض الجميله، فان شاء الله باذن الله تبقى يا ريت تطلعنا يا باشمهندس على التاريخ باسم الله. يعني بكره البدايه هتبقى عامله ازاي؟ يعني حضرتك لو تقول لنا بس وتوضح لنا الجزئيه دي، البدايه هتبقى عامله ازاي، او الفقرات نفسها اللي حضرتك بتتكلم عليها؟ لا يعني انا مش عايز يعني تحرقها. طب حلو. على الناس عشان برضه عايز الناس تروح وتشوف، لكن هيبقى في حاجات ان شاء الله هتبقى لطيفه جدا، وان شاء الله يبقى يوم جميل ان شاء الله يسعد فيه كل جمهور النادي الاهلي وكل محبي حسام غالي ان شاء الله. اخيرا يا باشمهندس، انا حضرتك رئيس البعثه في الامارات وايضا رئيس البعثه الفريق لاوغندا، يعني التفاصيل ما بعد بقى اللقاء، يعني ان شاء الله هتسافروا امتى والوصول وكافه الترتيبات ان شاء الله باذن الله هنسافر على طيران الامارات ان شاء الله يوم السبت 9:30 ان شاء الله على عنتيبي. الطياره بتاخد حوالي 5 ساعات ونص، وبعد كده ان شاء الله بنستقبل حافله يعني وعربيات تودينا لغايه كامبالا سيتي، بتقريبا في حدود 50 دقيقه تقريبا، من 50 دقيقه على حسب طبعا، لان انا معلوماتي ان اوغندا زحمه جدا، الترافيك فيها يعني او المرور فيها زحمه قوي،
لكن ان شاء الله باذن الله تكون رحله كويسه وابتدي التركيز. بس انا عايز اقول ان برضو التركيز بتاع اللعيبه باين على وشوشهم الحقيقه، زي ما قلنا الماتش بتاع كامبالا سيتي ده يعني ده بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا، وان شاء الله باذن الله نرجع بالثلاثه بون ان شاء الله ونفرح باذن الله جماهيرنا العظيمه اللي مستنيه المباراه دي باذن الله تكون حاجه كويسه في الحقيقه باذن الله دايما دايما الاهلي ان شاء الله. في الحقيقه يا باشمهندس انا بقدر دور حضرتك في مهرجان او ان شاء الله نجاح بكره او مهرجان اعتزال حسام غالي، لان انا حضرتك انا عارف ان حضرتك يعني مهتم جدا بالمهرجان التكريم ده، فانا بشكر حضرتك عليه يعني بمجهود حضرتك في الجزئيه دي بالذات، وانك بتدي يعني طابع جزئيه لحسام غالي ان هو واحد فعلا من ابناء النادي الاهلي، وان لازم تعملوا كل مجهوداتكم عشان تبسطوه بشكل كبير. انا بشكر حضرتك فيها. مفيش شك وان شاء الله باذن الله تبقى حاجه تليق بحسام غالي وتليق بالنادي الاهلي، وباذن الله ربنا ان شاء الله يكرمه دايما في المستقبل. استاذ محمد باسل الاوسي كان عايز يسال حضرتك سؤال يا باشمهندس. اتفضل. ازيك يا اوسي؟ اهلا يا باشمهندس، ازي حضرتك عامل ايه؟ وحشني يا محمد، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ربنا يخليك يا باشمهندس، تحياتي لحضرتك ولكل بعثه النادي الاهلي. يعني انا سؤالي يعني بوصف المهندس خالد مرتجي وزير خارجيه النادي الاهلي اللي بيهتم كثيرا بالشان الخارجي وليه تجارب كبيره وخبرات كبيره، ممكن كانت البطوله الدبلوماسيه احدى نجاحاتك الاخيره اللي عملتها واللي اعلنت عن هدفها ان هي يعني وسيله للتقرب بين الشعوب وربط الاهلي بالعالم الخارجي لما له من علاقات. يعني كيف ترى تجربه اقامه مباريات مصريه خارج الارض وخصوصا في دبي السوبر اللي اتكرر كتير، ماتشات الاهلي الاجنبيه، هذا الماتش الاخير بتاع حسام غالي ماتش التكريم، حتى البعض قال لك يعني ده ماتش اعتزال المفروض يقام في مصر، يعني فكيف ترى هذا كله ومدى تاثيره على العلاقات بين الاهلي والامارات بشكل عام وبين الشعبين المصري والامارات بشكل خاص؟ يعني والله بص يا محمد، يعني عشان ابقى امين معاك، طبعا هي حاجه يعني تحزنني انا شخصيا ان احنا لسه بنلعب من غير جماهير، يعني النهارده كره القدم بدون جماهير مش كره قدم، فانت النهارده الناس بتضطر انها تسافر بره عشان تلعب يبقى في جماهير. فهي ليها مردود عكسي ومردود ايجابي، المردود الايجابي طبعا انك انت جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي موجوده في الدول بتشوف النادي الاهلي، فدي طبعا حاجه كويسه للجاليات المصريه اللي عايشه هنا، والناس مش قادر اقول لك فعاليتها عامله ازاي، ودي برده يعني الحقيقه يعني واجب على النادي الاهلي انها يسعد جماهيره في كل حته، يعني مش بس في القاهره، لكن في الاخر طبعا اما يبقى ماتش اعتزال يعني طبعا في اي حته في العالم ماتش الاعتزال بيفضل ان هو يكون موجود على ارض مصريه في استاد القاهره، تكون جماهير مصر كلها وجماهير النادي الاهلي تبقى موجوده بكثافه عشان تدعم ابن غالي من ابناء النادي الاهلي، اثره يعني حاجه كبيره في النادي، عمل اسم كبير وفي نفس الوقت مش بس يعني عمل اسم النادي الاهلي بره، يعني حسام غالي بره واحترف في فاينر، احترف في توتنهام، احترف في بعض انديه كبيره، ما فيش شك ان كان كنت اتمنى ان الماتش يبقى موجود في مصر، لكن ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني انا متاكد ان جميع المسؤولين في مصر عايزين الجماهير ترجع، بس نتمنى برضو ان الجماهير لابد انها تكون ملتزمه عشان احنا في الاخر عايزين نرجع الجماهير كره القدم ترجع تاني الاستاد وتبقى المباريات بجماهير، عشان زي ما قلنا ان هو ده اي بطوله النهارده بتقاس مش باللعب الحلو، بتقاس بعدد الجماهير اللي بتخشها، هي دي بيقول نجاح البطوله من فشلها هو عدد الجماهير اللي بتيجي الاستاد وبتشجع فريقها. صحيح. باشمهندس يعني اخيرا كابتن محمود الخطيب وصل الامارات. والله لا لسه المعلومات اللي عندي ان شاء الله باذن الله ان كابتن الخطيب احتمال كبير انه هيسافر بكره الصبح ان شاء الله. ان شاء الله يوصل بالسلامه يا باشمهندس، ترجعوا ان شاء الله بالسلامه من كامبالا ومعانا نتيجه ايجابيه وثلاث نقاط مهمين يا باشمهندس، ان شاء الله توصلوا بالسلامه للقاهره وانتم طبعا في حاله فوز بامر الله، ويبقى يوم بكره رائع باشمهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وايضا